عاوني برشا ماك تعرف زاد سي اس اس ما كادد لي توال بينالتي كيف كيف مقارنه المكتب سجلت بينالتي نفس الجوار اللي شات ونفس الكوتي هذاك الشيء اللي يمكن عاوني وخلاني معناتها بنسبه 70% معناتها باش نتيسيبي الكون هذاك مي كيما قلت لك معناتها مش اكسبلوا توفيق ما عند ربي ذا جاي وكا وان شاء الله جاي خير ايوه والعبيد نتاع غش هذه سادس بينالتي نحيا في الكارير نتاعي مي الاخرين معناتها تنساو مي هذا مش ممكن معناتها اليوم جبنا 3 بوان بالنسبه لنا احنا مهمين برشا اللي باش يخلونا نخدموا متنفسين شوي مي كومي معناتها فما برشا حاجات اليوم لازمنا نراجعوهم سيرتو كي جينا الفرصه باش نقتلوا المقابله نتعلموا كيفاش نقتلوا معناتها واحد يخدم على روحه كيما قلت لك انا قلت لك مش ناحيه بينالتي باش نقول راني تيتيلير ولا حتى شيء لا با دو تو نخدم على روحي ان شاء الله كنت تربي رامي معناتها ديجا باش نضرب بالراحه ديما حازه تو انا خلاص قلت برا خويا يضرب بالراحه تو تفرج نحن باش نمشيو 15 ساعه كاو انا قلت لك معناتها ان شاء الله قدرت ربي نخدم على قبل احنا ووقت ان شاء الله يستحقوني السويلة ان شاء الله سي احنا نلعبوا طبعا مقابله في مع الكوب معناتها في الجيب ومن بعد نقصد ربي خاطر عندنا دو شيونس كوار اللي بالنسبه لي معناتها حتى جوار في الترجي معناتها في العشر سنين الاخرين ما فيها زيه نتصور اوبجيكتيف باهي باش نحاولوا نخموا فيه باش نلعبوا دو ادفيرسير معناتها محترمين باش نلعبوا ضد الدراجه ضد النادي قبل بنزرتي ان شاء الله قدرت ربي معناتها باش نمشيو غاديك عاقدين العزم باش نفوزوا باللقب اللي زاد لخزينة النادي كيف كيف معناتها الجوار قطع معناتها باش يزيد لقب في الترجي راني قلت لك هذيك هي كوره معناتها اليوم معاك غدوه معناتها يترشش عليك مي ديما يترشش عليك بمحبه ان شاء الله معناتها الخدمه تجيب وان شاء الله قدرت ربي جاي خير